Inshallah, wa mal ma khairate, mal ma khair la weyane, mamus, kuwa da'ida, mamus, kuwa da'ida. Maanta waxaa si weyn loogu dareeray munaasabadda Ciid ul Adxa guud ahaan ummadda Muslimiinta gaar ahaan Soomaaliland waxaan u telefishanka Star booqday goob kamida goobaha ay ku ciyaaraan carruurtu halkaas oo aan dareenkooda wax ka weydiinay carruurti ku ciyaareysay goobtaasi aan booqnay ku taala xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa oo magaceeda la yiraahdo Barwaaqo waxaan carruurti aan halkaas kula kulanay ay hambalyo iyo salaam u direen eheladooda asxaabtooda iyo qaraabadooda iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen السلام يا حي هلذي إذا أرد فهمي كي قاعد يرضى يا بتياشي ويدي أبا إن إلهون حريستو في وحنا كلك سلام الحوينة تمر سمالن أنت مقيم مقعد وتقانا والسلام يا الحمد لله وعيدي عيد الأضحى الحمد لله سيف عم بلود عيد عروتي يا بلك سمالي لا نورن حاجة وحنا كسلام يا هو يدي خديجة كاهبوح لبدي دعيال عمر يا علي أحمد هبنوبسية وحن سلام يا ولا الله هيدا ما شيا شيء أيوة بابا بابا ماما ماما حبو عيد مبارك عيد مبارك دما سلام يا تدوينها قالقة إمشي سوي متي وحن سلام يا ويدي معان فاطمة سعد الله يا باي خضر وجامع دما عرفت هذا يا عرفت عند الله دما نعدنا سلام يا والدين تي دما تو سلام يا باي ويدي ولا لذي محيط أي شيء هذا رضي الصحابة دمان دمان تزوحن لي عيد مبارك وش وشيء برواق بعد سنة كسنة كيسة السلام يا دمان مسلمين طبعا ملك السيد شغان ضعف هذا الندى وحلي كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحن حين السلام يا هو يدي يا بهي وآدي آدي يقالي يا ولا لا يدي لبشيها بريرها يدوينك دمان وحن سلام يا إنك الله حنبلي آدي آدي ودريا ماشان بلادن إلا وضبهنا يعرضوا بهنا ديني كو عيارتو أكل دوغن إلا دون ديار الله كرو مال بوش بوش يعرضكو عياران شراب كيو ديارة شقاله وفنوسي معانو شقينيون عاند كعاتيس المرنا مشقودو ده وحن لنا هي برواقنا هروس عن لنا دي بهوس عن قني بريا وحن لك السلام يا تمان ووالدين تي أصحاب تي ملك استوي شوغان يا شعبك جمهورية الصومال يا مدحوين هنا أنا أقول عيد عيد هذا فرحت وحن سلام يا هو يدي هيرك يا قدماني هيرك يا قرابة دي ملك استوي الدنيا الدافية دي كشوغان دمان وسلام يا وحن سلام يا أصحاب تي ده وحن سلام يا عرتي ده بهو دمان أهل كود دمان وسلام يا وحن الله يا عيد مبارك حاجة وحن كسلام يا ويدي يا باهي يا دمان اهل كيغا يو دوكا مسلمين تاع ملك سي جوغان شي غاره حجيتا كمقن انك حجك يغنا اد بانو سلام يا جيسو سي فيع ولا هرجيسو اد يغو سو دويي ايدي كو مر ما انت يا جوغتا وحا كلي عيد مبارك يا وها هبليني ولا لا يدا صدح حبلود من جوغتي يي جوغا ولا لا وحا كلي عيد مبارك وحي غرنا يا دمان وحا كلي عيد مبارك دنكوغو وحا يغنا امبليه تاسي لميدا او ديري اهلودودا اصحابتودا مسؤولينتا برواقو دما وحن سلام يا دولك مسلمين تمير كسي جوغان الى هي هو عيد عيد ولا كغارسيو برواقي الى هي عمل كاي سو قبتين تقبل الله منا منكم ما لا هي يا هي نغا قبلو هو الى هي اخر ادعيد ومال ميد اخر الليبان الى هي دمان سنه نغا دغد كن مسلمين تا كار وحن سلام يا دانو وحن هي بهدا كلي قيبتا عيالها هذه سير بدادرادودا بركا وحن سلام يا damaan arurteeda wada ko joogta oo dhan aad baan salaamayaa gaar ahaan magaalada Hargeysa customer-kayga si gaar ah u salaamayaa khair badan ma ciid badan aksan maadin si rajaynayaa shirkad ma cusba barwaaqo faasiti imirka muddo waxaan malayaashan sanadkii lixaad bay gelaysaa shan sanadood baa u dhammaaday insha allahu tacaala waxaan ku urdeenay qaybtii labaad oo aan ka dhignay qaybta boqolyo kontaka qaybta garan xaadi u dhow deyrarkii shuun xisa geele deyr ka mid ah insha allahu tacaala taan waxaan sheegaynaa waxa sheegaynaa qalab waana keenay insha allahu qalab casri oo kalena waan ku sii kordhin doonaa waddanka aanu barnay doontan oo kale marka soo weli waa doon lamid aan la keeno lixda qof qaada laakiin imika waana lagu wada deeda waxa gudaayn dameeray magaalo badan meelo badan laga wada sameeyey doontan oo kale marka insha allahu tacaala ore markala waa laga furay burca waa laga furay insha allahu tacaala laakiin mujtamac uu sii badanay marba marka dambeysa debrigii hore aniga ka hokeliya jirjirnay laakiin waxa weyn mid waliba wax sii kordhamooyaan dadku sii kordhamooyaan
waxba uma dhinmaan mar walba waanu waxa weeye saayidku maan kufnaa markaa mujtamacina markii horena dadka yar baa yaqaanay imikanada caruurtii waa la bartayo qofka waxa weeyaan cabur badan oo guriga uu ku jiro marka halkan yimaado nafis badan buu dareemaa waalidkuna marka dambe tabcaan badan ka dareemi jireen imika way fahmeeno si toose wallahi dee u keenaan halkan iyaga laftoodana way ku nafisaan dadku ubad yaryar iyo ubad waaweyn bay leeyihiin kolley ubadka waaweyn isamaamulayaan laakiin ubadka yar in had iyo jeer la ilaaliyo oo qofku had iyo jeer waxa weeyaan uu gacanta ku hayo waa aada bay muhiim u tahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sidii hore oo kale inuu amniga noogu sugo xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa